وبركاته متابعينا الاوفياء، متابعين قناه مغارب نيوز من مدينه الدار البيضاء، ودائما حول قضيه الساعه، وهي قضيه غلاء الاسعار لهبات جيوب ديال المغاربه، يعني من طنجه الى القويره الجميع اصبح متضرر من هذا غلاء الاسعار اللي اصبحت كتعرف ارتفاع صاروخي، ارتفاع صاروخي، يعني القدره الشرائيه للمواطن اصبحت مجهده بشكل كبير. معنا احد اليوتيوبرات المعروفين اخ رشيد والمعروف بمول طورنوفيس اللي غادي يعطينا الراي ديالو حول هذا الغلاء اللي اصبح كيعرفوا المنتوج المغربي وجميع الاسعار بما في ذلك المحروقات. فبقوا معنا في هذا اللقاء هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم اخي الكريم. مرحبا اخو رشيد. شكرا لكم بزاف، شكرا للمغرب نيوز. الراي ديالي كنظن انه راي كل المغاربه هو ان هذا الشيء غير مقبول نهائيا. يعني كنا كنتسناو الاضافه، كنا كنتسناو ان هذه الحكومه يعني تدور عجله الاقتصاد، لان المغاربه من تقف هذه الحكومه وعلى راس هذا الحزب هذا، فلان الناس ناجحين اقتصاديا، فقلنا بانهم غادي يقدروا يدوروا عجله الاقتصاد في هذه البلاد. ولكن للاسف الشديد في ظل هذا الشيء اللي كنعيشوه والارتفاع المهول في الاسعار، فكنظن ان هذا الشيء غير مقبول، وان هذه الخطوه لا تبشر بالخير. المواطن المغربي البسيط راه كيعيش المعاناه ديال بصح، ملي ولينا كنشوفوا المواد الغذائيه البسيطه، يعني الاثمنه ديالها شوف فين وصلت، ملي كنشوفوا الاثمنه ديال المحروقات، ومني كيتكلموا هما كيقول لك لا راه المحروقات راه تزادت في العالم. علاش مني كتزاد في العالم وانا كمواطن مغربي ما عنديش مشكل انها تزاد مني كتزاد في العالم، ولكن علاش مني كتنخفض ما كتخفضوهاش انتوما؟ علاش انتوما ما كتنزلوش الثمن في الوقت اللي كتنزل على المستوى العالمي؟ نتمنى مولا ان المجلس الاعلى للحسابات يدير الدور اللي هو ان يشوف مع هاد الناس هادو علاش الاسعار ملي كتنخفض عالميا ما كتنخفضش في بلادنا، بينما ملي كتزاد او كيفكروا يزيدوا فكتزاد هناك قبل ما ينفذوا هما. الرساله ديالي راه واضحه. المواطن المغربي البسيط كنا كننتقدوا الحكومه السابقه، وانا واحد من الناس اللي انتقدوا الحكومه السابقه، وقلنا بان هاد الحكومه ربما غادا تكون افضل، فاذا بينا كنشوفوا البؤس مع هاد الحكومه، كنشوفوا امور اللي راها كارثيه. ملي كنشوفوا بان العدس، الفول، الحمص، الزرع، الشمندر، يعني المواد الرئيسيه اللي كنستعملوها حنا كنستخدموها كمغاربه في الاكل ديالنا، طلعت لهذا الشيء اللي طلعت ليه. نتمناو من الله انه تم اعاده النظر. هذه الحكومه بالنسبه لنا كمغاربه راه لا تبشر بالخير ابدا، وإلا بقات الامور على ما هي عليه، فكنتمناو اما اعاده النظر في استراتيجيه اللي جاوا باش يخدموا بها، واما انهم يقدموا استقاله ويشوفوا لنا شي حكومه اخرى اللي تقدر انها ترخف على هذا المواطن البسيط اللي راه اثقلت الكاهل ديالو المواد الاستهلاكيه البسيطه. عباد الله البسيطه، هذه الرساله ديالي انا واضحين للمسؤولين المغاربه، المسؤولين ديالنا اللي راهنا عليهم انهم غادي يكونوا احسن من الحزب السابق. كنتفاجئوا ان هذه الحكومه يعني كيبان الفشل ديالها منذ البدايه، الفشل منذ البدايه، والدليل هو ما وصلت اليه المواد الاستهلاكيه ديال الفقراء والدراوش والطبقه البسيطه. اما انتم كطبقه غنيه فراكم قلال. وواحد الكلمه كنبغي نوصلها هو انه في بلادنا حنا كيتزادوا بعض الاشخاص في الثراء ديالهم في الوقت اللي كتزاد نسبه الفقر. الميساج ديالي راه واضح، الرساله راه واضحه. عندنا ناس متضررين، عندنا ناس تغتني على دار الفقراء ومن جيوب الفقراء. الفلاح حسن عوانو نطلبوا الله عز وجل انه يرحمنا بالشتاء، يعني المعاناه ديال هذوك الناس راه معاناه كبيره، وكذلك راه غادا توصلنا لاننا السماد والمواد كلها الفلاحيه كلها تزادت. تمام. اصبحت واقيلا تريبل. تريبل ماشي اضعاف، تريبل. تريبل. وصلت تريبل. 60 درهم ولا الديره 200 درهم. وهذه رساله واضحه لرئيس الحكومه بانه كان وزير الفلاحه، بغينا يعطينا الاسباب اللي خلات المواد اللي كيستخدم الفلاح علاش وصلت لهذا الثمن هذا، وعلاش هذا الشيء ما كانش واصل في عهد الحكومة السابقة؟ علاش حتى جيتوا انتوما عاد عرفات هذا الارتفاع الكبير والمهول في الأسعار؟ الميساج ديالنا راه واضح، الرسالة راه واضحة.
المواطن المغربي البسيط راه كلا العصا وما زال كياكل عصا، وهذه الحكومه راه لا تبشر بالخير. واش هذا كتظنوا بانه جراء حيدوا صندوق المقاسه؟ واش ربما ما تكونش هذه عامل من العوامل؟ صندوق المقاسه كنعرفوا مزيان امتى تحيد. صندوق المقاسه كيولي الحكم للاسعار العالميه. كنقول لك بان اسعار المحروقات كتطلع هنا في بلادنا ملي كتطلع السوق العالميه، ولكن ملي كتنخفض عالميا ما كتنخفضش. فين هو صندوق المقاسه؟ فين هما المسؤولين على صندوق المقاسه؟ نتمنوا من الله عز وجل ان المعارضه كذلك بحكومه دير الدور ديالها. المعارضه يعني راه هي دابا الناطق الرسمي باسم هاد المواطنين وهاد المغاربه، لان هاد الحكومه بشائر الفشل ديالها راه بدات منذ البدايه. وكنقولها وكنعاود نقولها، هاد الناس لا ما عندهمش استراتيجيه باش يخدموا، الا ما دايرينش شي دراسه غادي يخدموا بها يقدموا الاستقاله ديالهم. وكنتمناو من الله عز وجل يعني كمواطن مغربي بسيط قلتها وكنعاود نقولها، كنتمناو شي حكومه اللي يعني يرتاحوا في ظل الحكم ديالها هاد المواطنين المغاربه. كنشوفوا انتصارات كبرى في قضايا كبرى يعني صراحه كتخلينا نفرحوا ببلادنا. السياسه الخارجيه عندنا على اعلى مستوى، ولكن علاش السياسه الداخليه كتعرف هذا الفشل هذا؟ خويا رشيد، واش ماشي ممكن اننا نعطوا ذريعه لهذه الحكومه، نقولوا بانها باقي الله خمس شهور دابا مثلا ديال باش في شدات الحكومه، واش ما نقدروش نقولوا بان مستقبلا تقدر تكون امور تغير؟ ما يمكنش. انت كمتتبع؟ ما يمكنش، انا كمتتبع مثلا لهذا الشان ديالنا ما يمكنش. خمس شهور راه بينات، خمس شهور راه بينات ومازال غادا تبين، والاوضاع راه ما كتبينش على انها غادا تم غادا وغادا تنخاف. الاوضاع لا تبشر بالخير. كون كانت كتبشر بالخير غادي نسكتوا وغادي نقولوا بلاتي يعطيوا شويه ديال الوقت. حزب العداله والتنميه عطينا 10 سنين، هذا الحزب نقدروا نعطيوه حتى هو مده كافيه واحد العام يبين لنا. ولكن منذ البدايه كنشوفوا الاوضاع كيفاش ولات، ولا الاثمنه فين وصلت. راه حنا كنتكلموا من قلبنا على المواطن البسيط، راه كاين اخويا اللي ما كيصورش 20 درهم في النهار. الا هما مسؤولين وما عارفينش الاثمنه وما عارفينش، لان عندهم غير اللي كيتسخروا لهم، هما محتاج انه يعرف الاثمنه لان عندهم الله يسر لهم. راه كاين مسكين اللي كاين اللي ولده كيطلبوا على باكيطه ما كياخذهاش ليه حيت ما عندوش، كيقول فلوس هذيك الباكيطه ناخذ شي حاجه اللي اساسيه. كنشوفوا حتى الهجره القرويه تفاقمات، حكم انه الباديه الان ما صبح مع سقوط المطار ما كاينش تماما، ولا الناس ولاو كيهاجروا من الباديه للمدينه، الشيء اللي خلى حتى الامور كتفاقم. اخو رشيد، شوف اي حكومه خاصها تكون دايره دراسه لكل شيء. هادشي علاش كنقولوا هاد الحكومه واش كانت دايره شي دراسه. انا كمواطن بسيط نقدر نخصص واحد القدر مالي وواحد اللجنه اللي كتابع مثلا ملي كتكون مثلا هاد النقص في التساقطات، هادوك الناس نحاول انني نحفزهم انهم يبقاو تما، ندير لهم تعويضات. يعني بزاف ما يدار. نقدر انا غير كنقول لك غير مواطن بسيط، وهذه فكره اللي انا ما غادا تطيح لي في بالي. فاذا بينا كنتكلموا دابا على حكومه وعازه على انها تحارب مثل هذه الظاهره، راه اكيد هذاك المواطن الفلاح ملي ما غاداش طيح الشارع خاص خوي اش غادي يبقى يدير في هذيك الارض؟ شفتوا الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت الصباح؟ تماما، كانت ومازال غادا تكون وقفات احتجاجيه، لان كيف ما قلت لك راه المواطن المغربي البسيط ضر في الجيب ديالو. اكيد غادا تكون وقفات. اذا رسالتكم للحكومه ورسالتكم الرساله ديالي انا واضحه، هو ان كنقول لكم كمواطن مغربي بسيط وكنقول لهاد الاحزاب اللي يعني راها هي اللي كتسير الحكومه، ان الاوضاع الحاليه لا تبشر بالخير. المواطن المغربي البسيط كان وضع امام عيني واحد المجموعه من انتظارات، بما انكم يعني ناجحين اقتصاديا فقلنا ربما غادي تقدروا انكم تدوروا عجله الاقتصاد في هذه البلاد وتخلقوا وظائف ديال الشغل للشباب اللي يعني فقد الثقه. وهذا الشيء كان ظاهر في الانتخابات ان الشباب هادو يعني فقدوا الثقه، ولكن الاغلبيه راها يعني صوتات لهاد الاحزاب هادو ظنا منها انه ممكن انهم يخلقوا الحادات وانهم كما قلت لك يخلقوا فرص شغل. وكنتمناو اننا نكونوا غالطين، وان هاد الحكومه تبين لنا في الايام القليله المقبله شي مفاجات اللي ترجع على هاد المواطنين بالخير ان شاء الله. رساله اخيره كنقولها هو ان المعارضه خاصها دير الدور ديالها داخل الحكومه،
المعارضه داخل الحكومه خصها دير الدور ديالو توصل ان المواطن المغربي البسيط راه كلا العصا. المواطن المغربي البسيط راه ولا كيخاف يدوز من حدا مول الحانوت. الزيت خليتوها وصلت فين وصلت؟ واش هاد الشركات ما قدرتوش عليهم؟ واش هاد الشركات اللي تفتح لهم العنان خاصه من جات هاد الحكومه الحاليه مجموعه من الشركات كنشوفوا بانهم زادوا في الاسعار وكان لا حسيب ولا رقيب. نتمنوا من الله عز وجل انهم تكون واحد اعاده النظر في هذه الاستراتيجيه وفي هذه السياسه اللي واضعين اللي راها ما ناجحاش، ونتمنوا يكون خير هذا الشيء اللي كان والله يرحمنا بالشر. شكرا شكرا. مرحبا. اذا كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين قناه مغارب نيوز، كانت هذه صرخه لاحدى اليوتيوبرات المعروفين، معروف بمود طورنوفيس، بطبيعه الحال كيبقى كمواطن جميع المواطنين المغاربه اللي كذلك تضرر من جراء غلاء الاسعار، اللي بطبيعه الحال الكل كيعرف بان القدره الشرائيه للمواطن اصبحت في الحضيض. مرحبا. رساله اخيره كان غير ختم بها هي موجهة الى رئيس الحكومه، لاننا كنعرفوا بانه واحد من اصحاب يعني ستاسيونات السيد رئيس الحكومه. كنقول لك بانه من بين الناس اللي كتعاني، وحنا كنعرفوا بانك واحد من اثرياء هذا البلد السيد رئيس الحكومه، كنقول لك بان من الناس اللي كتعاني الموظفين اللي خدامين عندك في ستاسيونات، راه المعاناه ديالهم ساكن كبيره. نتمنوا ان هذا الميساج يوصل، لان اللي ما يديرش الخير في العمال ديالو وفي الناس اللي يعني الثروه ديالو كتزاد بسببهم ما نتسناش منه انا الخير. شكرا شكرا. اذا كيف ما سمعتوا معنا كان كلام معبر، هذه صرخه ديال احد المواطنين المغاربه اللي دلا بعض الافادات في حقوق هذا الشيء اللي كنشوفوا صبحنا كنشوفوا في البلاد ديالنا الان. صراحه كانت وقفه احتجاجيه في هذا الصباح، وكاين هناك وقفات احتجاجيه اخرى اللي غتكون مسلسله من العديد من النقابات، العديد من كما كنقول العديد من الناس اللي غادي يديروا وقفات بخصوص هذا الامر هذا. فكنتمنوا وهذه رساله للحكومه الحاليه انها تدارك الموقف، ما يمكن تداركه، والا ربما نقدروا نوصلوا لشي انفجار شعبي اللي يكون غير مسبوق. فكنتمنوا الرساله تكون وصلت. حنا كمنبر اعلامي الهم ديالنا الوحيد هو انه الامور تكون بخير داخل البلاد. حنا ماشي كنخلقوا الفتنه بطبيعه الحال، حنا كنوصلوا صوت ديال المواطن، معاناه ديال المواطن كنوصلوها للمسؤولين باش يتداركوا ما يمكن تداركه. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. شكرا للاخ رشيد معروف بمول طورنوفيس، شكرا للمشاهدين الاوفياء اللي تابعوا معنا هذا البث المباشر هذا. كان معكم مراسل قناه مغارب نيوز مصطفى القرناوي، يحييكم والى اللقاء في بث مباشر اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.